مرحبا أعزائي متابعي قناتي، أهلا بكم من في قناة مجلات ومسلسلات تركيا. كيف تاتلتوك وبرين ساوت في نيويورك من أجل مشروعهما الجديد؟ بدأ تصوير الفيلم في نيويورك والذي شاركت فيه بيرين سات وكينج تاتلتو بعد سنوات وقد بدأت. شاركت نيفلت صور الثنائي من شوارع نيويورك على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: بيرين سات وكينج تاتلتو في شوارع نيويورك. هذه هي التغريدة. بعد أسكيمان الذي يعرض كواحد من سلسلة ظواهر في تاريخ التلفزيون التركي، تم بث إطارات بيرين سات وكينج تاتلتو اللذان اجتمعا في نفس الإنتاج بعد 14 عاما. في المشاركة التي تم إجراؤها من حساب وسائل التواصل الاجتماعي على نتفليكس في تركيا، شوهد الممثلان معا في إطلاق نار في نيويورك. تمت مشاركة الإطارات من حساب نتفليكس برسالة بيرين سات وكينج تاتلتو في شوارع نيويورك. غرد ذلك الاسم الرسمي للمسلسل الذي ظهر فيه الثنائي أمام الكاميرا بعد سنوات لم يعرف بعد. تم الانتهاء من تصوير الفيلم في اسطنبول، والذي قيل أنه سيطلق عليه اسم آخر مكالمة لإسطنبول باللغة الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية. شكرا لمشاهدة الفيديو الخاص بي، لا تنسى الاشتراك في قناتي ومشاركتها مع أحبائك إذا أعجبك الفيديو الخاص بي. مع السلامة.